الفيديو مفضلات 2019. اول حاجة من مفضلاتي هي الكريم ده من لاروش بوسي، اسمه ايفاكلار اتش كريم. ده مرطب للوش، مناسب جدا للبشرة الدهنية والمختلطة والعادية. كنت بستخدمه بصراحة كبيز للميك اب، ما كنتش بستخدم برايمر، كنت بحبه جدا طول السنة، ودي تقريبا تالت واحدة اجيبها. كمان الفيكس بلس اللي كنت بستخدمه هو من ماك ومن كاتريس برايم اند فاين، دول اللي كنت بستخدمهم طول السنة. ده 100 ملي وده 50 ملي. الماك سعره في حدود ال100 درهم، والكاتريس ده يعتبر بديل ارخص لي في حدود يعني ما يعديش ال20 درهم او حاجة، مش فاكرة بالظبط بصراحة سعره كام، بس هو كان رخيص يعني مقارنة بده. طبعا كمان الهايلايتر الليكويد اللي حبيته السنه دي هو الهايلايتر ده من لوريال، تقريبا مخلصه نصه، جميل جدا بصراحه للجسم وللوش وكله يعني. سلمعته عامله ازاي؟ فظيعه. الفاونديشنز اكتر فاونديشنز حبيتها هي الفاونديشنز دي، بس اكتر واحد حبيته هو الكيكو ده فول كفر. هو مش فول كفر بس تخطيطه عاليه حلوه، حبيته جدا. والهيلسي ميكس برجوا، هيلسي ميكس ده جميل جدا لكل يوم، مناسب للبشره كل انواع البشرات ما عدا البشره الدهنيه. ده مناسب لكل انواع البشره ما عدا البشره الجافه، لانه بيجي عند خطوط الابتسام ويمسك كده في يدخل فيها يكسر يعني. والانستا بيرفكت برضو مش مناسب للبشره الجافه ومش مناسب للبشره الدهنيه قوي، هو في النص كده، لانه برضو بيمسك قوي في القشور اللي في البشرة، فهو البشرة العادية المختلطة حلو. بالنسبة للكونسيلر، اكتر كونسيلر استخدمته السنة دي هو ميبيلين فيت مي وبورجوا هيلسي ميكس من نفس اللاين بتاع الفاونديشن، بس انا خلصته ورميته، بس هما دول احسن كونسيلر يومي انا استخدمتهم السنة دي. منتجات الحواجب بتاعتي السنة دي كانت بودر الحواجب دي من فلورمار، بيجمنت فظيع، و الباكج بتاعها يعني دي كام جرام، 3 جرام يعني في نفس وزن البلاشر، فكبيرة هتقعد معاكي كتير يعني. انا جايباها من اول السنة ومعملتش غير الحفرة الصغنونة دي. بالنسبة للمسكرة بتاعت الحواجب دي من ارت ديكو، بحبها جدا، بس هي مشكلتها الفرشة بتاعتها كبيرة قوي، عايزة حواجب تخينة، لو حواجبك صغيرة مش هتنفع خالص، بس هي بتدي لون حلو وبتثبت شعر الحواجب حلو. بالنسبة بقى للقلم اللي حبيته السنة دي جدا وخلاص خلصته، هو ده من نيكس، اسمه بروفيشنال ميك اب، اللي هو بيجي مايل كده. انا خلصته اساسا. باودر اللي استخدمتها السنه دي كتير وحبيتها قوي هي دي من فلورمر، لوس باودر، جميله بصراحه لتثبيت تحت العين وتثبيت الوش كله، خفيفه وريحتها حلوه وجميله جدا. بالنسبه للباودر التنوير فانا استخدمت دي من ويت ان وايلد، هي حلاوتها ان هي جزء كونتور وجزء باودر. الباودر دي ناعمه جدا واللون فظيع وبينور جدا تحت العين، وبين برضو البرونزر بتاعها والبرونزر سوري البرونزر على اورنج، بس لونه برضو حلو قوي وناعم قوي قوي. تاني برونزر انا حبيته السنه دي ده من كيكو، كيكو برضو من ماركات الفظيعه يعني. بصوا البرونزر عامل ازاي، جميل، وفي من جوه زي بلاشر كده لون روز، ده بيدي ضي جميل للحاجه قوي، ده حبيته برضو. في بقى بالنسبة للبلاشرز ده من ايفون اللي هي كرات اللؤلؤ دي، بس اللون ده اللي هو فيه على بينك على برونزي، ده برضو حلو قوي. وفي كمان البلاشر بتاع فلورمر ده حبيته جدا جدا جدا، لون بيجمنتد وفظيع، بس ده فيه شوية شيمر، الناس اللي ما بتحبش الشيمر مش هيحبوه، بس انا بحبها جدا. في كمان ال
بلاشر ده من ديبورا، ده لون كده ممكن يمشي برونزر لو ناس بتحب الدرجة دي يعني، بس هو جميل وناعم. الدرجة دي اسمها 01 شوكلت، حبيته برضو. دي كمان بالنسبة للبلاشرز اللي بتبقى بيكت بلاشر، ده من ديبورا، جميل جدا برضو، حلو قوي قوي قوي. بصوا البيجمنت ده عامل ازاي، فظيعة، وبيدي لون جميل للخدود. في بقى مات، الناس اللي بتحب المات، اللون ده من ارديكو، بلاشر رقم 32، اسمه ديب بينك بلاش، برضو بيجمنتد جدا وفظيع يعني. بصوا اللون فظيع. البلاشرز الكريمي، انا بحب البلاشرز الكريمي جدا، ده برضو من كيكو، اسمه بيبروفولوشن بلاش تو جو، ده من جوه عامل كده اهو، هو سبونج كده والبروتكت نفسه جوه، وانتي بتطبطبي بقى كده على المكان اللي انتي عايزاه بيطلع لك اللون انتنس يعني، بس بطبطب بالراحة عشان ايه ما نلطش. ده عجبني جدا السنة دي. في كمان بقى تقريبا بقاله معايا سنة كاملة او اكتر، ده من فلورمر لدرجة كل حاجة اتمسحت من عليه، ده بينك، استخدمته كتير جدا وما بيخلص، جميل وثابت، وكان سعره 150 جنيه انا فاكرة، بس حبيته جدا. دي كمان ده من ذا بادي شوب، بحبه قوي برضو، ده كان غالي شوية بس تمنه فيه، لانه فيه كمان من جوه كده زي لمعة، مش عارفة زهرة ولا لا، ذهبي، بتدي على الوش لون حلو قوي. ده كان ب 360 جنيه، وغالي شوية بس بيقعد يعني. درجة دي 02. بالنسبة للهايلايترز اللي حبيتهم السنة دي، هما الاتنين دول من فوريفر 52 من ميبيلين، اللي هو اسمه ماستر كروم، ده الدرجة دي اسمها دايموند جلو 200، ده ب 42 درهم، وده كان مش فاكرة بصراحة سعره، بس ده اسمه سانكيست 002، كان تقريبا في الحدود دي يعني برضو. بصوا الهايلايتر ده فظيع فظيع، وده فظيع برضه. فظيع وزي الزبدة. اكتر اي شادو باليت انا استخدمتها السنة دي هي دي من بيوتي كرييشن، اسمها ايرزيستبل باليت، الوانها هي بديل مودرن رينيسانس، الوانها جميلة قوي الصراحة، وتنفع لكل يوم، تنفع للوك جامد دراماتيك، سواري كل يوم ماشية، كل يعني فظيعة، والبيجمنت بتاعها جميل جدا. اعمل لكم سواتش مثلا للون ده، واللون ده، اللون ده برضو بحبه قوي، واللون ده فظيعة فظيعة. بصوا جميلة جميلة جميلة، الاي شادوز الكريمي اللي استخدمتهم السنة دي وحبيتهم قوي هما دول من اماندا، درجة 003، لا 08 و10، دول كانوا حلوين قوي، انا بحب 08 دي قوي على بني، بحب اللون ده قوي. بصوا اللمعة فظيعة، وده على مش عارفة سيلفر على موف، على ألوانه حلوة قوي، وبيدي كذا داي كده يعني، كده سيلفر في هنت موف، جميل جدا. في كمان دول من كيكو حبيتهم قوي السنة دي، جمال فظاع، فكر اجيب بقية الألوان. ده 06 و05 دول اللي عندي، واحد برضو على بني وواحد على مش عارفة اللون ده سيلفر ولا ايه، بصوا لون غريب كده، هو قريب من ده شوية يعني، بيدي نفس الافكت
بس سريعين وكأنك تعبانة على اللوك يعني وبتاع، بس انتي في الحقيقة مش حاطة الا لون واحد. بصراحة مش فاكرة اسعارهم، بس هما يستاهلوا بصراحة. لو لقيتوهم يا كيكو مش موجودة في مصر، بتجاب اونلاين، بس لو لقيتوهم لازم تجيبوهم، حلوين جدا. اكتر ماسكارتين استخدمتهم السنه دي هما دول، من لوريال لاش بارادايس، ومن اسنس فوليوم ستايلست اللي هي الموف. انا ما جربتش البينك بصراحه، بس الموف فحبيتها قوي. دي الفرشه بتاعتها بتدي سواد للرموش وطول فظيع، بس مش بتدي كثافه. بالنسبه لاش بارادايس دي بتدي كثافة وطول وسواد فظيعة، وفرشتها يونيك كده وجميلة بصراحة، عجبتني جدا. الأرواش حبيتها السنة دي بالترتيب كده. أكتر واحد كنت بستخدمه ده من إيف روشيه، درجته 103، حبيته قوي. الباكجينج أصلا جميل وإليجنت، ولونه كمان نود حلو ينفع لكل يوم. استخدمته كتير السنة دي، بحبه قوي، واعتقد هيفضل مكمل معايا السنه دي. في كمان ده من لونا بحبه قوي، اللي هو اللاين الاخضر ده، علشان الاسود بتاعهم مش حلو. ده اسمه مات 50، درجه بتاعته عامله كده اهو، لون برضو جميل قوي وبيجمنتد وطري على الشفايف، مع انه مات طري جدا على الشفايف. في كمان الليكويد ليبستيك دول من فلورمر، الدرجة دي اسمها 06 شيري بلوسم، دي برضو درجة تنفع لكل يوم كده حلوة. وفي الدرجة دي اسمها فول روز 02، قريبة منها بس افتح شوية او اغمق مش عارف. في كمان دول من ديبورا حبيتهم قوي، اللاين ده مات اسمه، الدرجة دي 17، برضو نود كده حلو قوي لكل يوم. كنت بستخدمها كل يوم الصبح وانا نازلة، حلو قوي. تقريبا انا كل الدرجات نفس اللون اللي انا بحبها. وفي ده درجته 05، ده شوية بقى قوي يعني مش هينفع للصبح قوي. وفي الأحمر ده من لوريال اسمه لي شوكولا، درجته 864، ده the perfect red، والابليكيتور بتاعته تحفة تحفة. ده الأحمر اللي الأندرتون بتاعه على بلو، حلو قوي 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 وريحته تحفه. بالنسبه للاقلام اللي استخدمتها السنه دي كتير وحبيتها، اولا الايلاينر، الايلاينر ده هو اللي استخدمته كتير، اسمه ايلاينر بن ووتر بروف من اسنس. خلي بالكوا لازم تبقى الكتابه عليه بالازرق، عشان السيلفر منه وحش قوي قوي قوي. ده سواده حلو والقلم حلو، بس انا تقريبا قربت اخلصه يعني. كمان البيج ما بستغناش عنه، الووتر لاين من ريميل لندن سكاندل ايز، مش محتاج يعني كلام، فظيع وناعم. في كمان الملونين بقى انا بحبهم للصيف، ده من كيكو درجته 12، اللون ده فظيع. في كمان الازرق زيه بس افتح شوية، من فوريفر 52، مش عارفة الدرجة دي اسمها F521، مش عارفة ايه الدرجة العجيبة دي، بس اللون فظيع. وده من فلورمر لون اخضر جميل برضو، الدرجة دي
مش مكتوب عليها. المهم ده اللون، لون اخضر كده فاتح قوي، بحب الالوان دي. والموف ده من بورجوا ووتر بروف، دول برضو من بورجوا فظاع وناعمين قوي 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 يعني. والدرجة دي كمان من ديبورا، اسمه 2-in-1 جيل كاجال ايلاينر، الدرجة دي 14. انا بحبه قوي ده كايلاينر فوق العين او تحددي بيه خط رموش، جميل قوي بحبه قوي. القلم ده من اتش اند ام، لونه ازرق زهري كده، اسمه انتو ذا بلو، فظيع جميل جدا. بص حاولت اشيل كله، اللي ما تشالش اكتر واحد ما تشالش بتاع الديبورا. كمان نخش على اللاشز، اكتر لاشز استخدمتها السنه دي وبحبها من لوردن بيري دي، بصراحه مش فاكره رقمها كام عشان انا شلت العلبه، بس دي جميله قوي ومش بتبان انك حاطه رموش. اسمها اي ال 13، ودي اي ال 17. واللزق الرموش طبعا بتاع اردل اللي انا بستخدمه، هو لونه ابيض بس اول ما تحطيه على العين بينشف، اسمه لاش جريب اي لاش ادهيسف. اكتر نيل بولشز استخدمتهم السنه دي وحبيت الوانهم يونيك ومش جديده، مش متكرره في ماركات كتير ومش بلاقيها، هي من اتش اند ام. بصوا الدرجه دي عامله ازاي، يعني هي بتدي بني وبتدي اخضر. دي كمان على فيروزي كده، وفي دي فظيعه، وفي اللون ده اللي انا حطاه دلوقتي جميل جدا. الدرجة بتاعتهم مش عارفة، مش مكتوب، بس تقريبا هم بأسامي مش بدرجات، ليهم أسامي مش درجات. anyway يعني النيل بولشز بتاعت اتش اند ام تستاهل، لو لقيتوها هاتوها فعلا حلوه. النيل بولش ريموفر بقى اللي استخدمته فظيع، جميل جدا، غير رايي في كل النيل بولشز ريموفر اللي استخدمتها طول السنه. ده من جيكو، بيشيل حتى النيل بولش الجليتري اللي بيزهقنا عشان يطلع، ده بيشيله بسهوله جدا. اكتر ليب بالم استخدمتها السنه دي للترطيب، جميله جدا للترطيب بصراحه، وشفايفي ما نشفتش حتى في الشتاء، انا خلاص قربت اخلصها اهو. دي من ايدن جرين، دي بيج على ليهم صفحه على انستا وليهم صفحه على الفيسبوك، بيعملوا منتجات طبيعيه وكده، دي جميله جدا الليب بالم دي بصراحه من عندهم. برفيومز، اكتر برفيومز استخدمتها السنه دي هي ده من ليتل بلاك دريس من ايفون، جميل قوي لكل يوم، خلاص قربت اخلصه. كان سعره 135 جنيه او 140 جنيه في الرينج ده، حلو جدا وريحته جميلة وحلو لكل يوم كده فريش. كمان من البرفانات اللي حبيتها السنة دي سي، ده بيتهيألي هفضل حبه طول العمر يعني، جميل جدا. ده اودو برفان، يعني بيبقى اتقل شوية من اودو تواليت، الليتل براك دريس من اودو تواليت اعتقد، مكتوب عليه anyway يعني. ده طبعا اتقل، بيفضل قاعد حتى لو غسلتي الهدوم بيفضل قاعد فيها، تحفه جدا. كمان بادي ميست من فيكتوريا سيكريت، اسمه فانيلا ليس، بحب ريحه الفانيلا قوي، قربت اخلصه برضو، جميل جدا البادي ميست ده. كمان في الشتا بقى اهم حاجه عندي البلاك اوبيوم، ريحته بالنسبه لي معرفش ليه انا بقارنها يعني اما بتيجي سيره البلاك اوبيوم بيجي في دماغي الشتا على طول، معرفش ليه، يمكن ريحته انتنس وقويه عشان الشتا، بحب قوي الشتا وبرده خلاص قربت اخلصه يعني. ده الاديشن القديم لان هم نازلين واحد جديد. بس كده يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم بليز اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب واشتركوا في القناه، ويا رب اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله.